دعا خبراء اقتصاديون لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والتغيرات في الأنماط الاقتصادية، مؤكدين في ورشة دور المؤسسات المالية في تطوير ريادة الأعمال في السودان التي نظمها مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية سن العلوم المصرفية والمالية أهمية تمكين المؤسسات لممارسة أنشطتها بشكل مبتكر وتوفير المناخ البيئي الملائم وتحديد ذوي الصلة والمنتفعين الأكثر تأثيرا في عملية تطوير وترقية ريادة الأعمال في السودان. وفي ذات السياق أكدت مديرة مركز البحوث الدكتورة إشراقة خطاب أن ابتكار أعمال جديدة من المكونات الأساسية للاقتصادات الحديثة والتعامل مع المشكلات الاقتصادية الناشئة وتعزيز دور مؤسسات التمويل الأصغر في عملية تطوير ريادة الأعمال. المؤسسات بتاعت القطاع الخاص عندها دور كبير، لأنه كثير من حتى التمويل اللي بيحصلوا عليه رواد الأعمال بيجي من القطاع الخاص، لأنهم هم أكثر جرأة وأكثر مبادرة على الإيمان بأفكار رواد الأعمال، ومن ثم دعمهم ماليا لأنهم يطوروا الفكرة وحتى يقدروا يوفروا لهم البزنس موديل المطلوب عشان ما هم يمشوا الفكرة دي من مجرد فكرة إلى مشروع ناجح.